حيا للعمل شفنا فقائدنا انه مش عايز كسل والكل لازم يبقى لي دور في البلد سمينا باسم الله وده فعلا حصل ربنا دايما يعيننا طول ما مصر بتدعينا شعب مصر دي معانا اصبر تنول وتعب تلاقي دي مش خطب وكلام فيهم قلت ونسيت رؤى واتشطب وعدك صريح على رأي فلاحنا الفصيح اللغمة تصبح مسألة ومن غير الاختيار يا يعيشك اي موتك يمكن يفوق اخوانا ولعل وعسى هو ده وقتك ودورك ربنا يكون بعونك ربنا يسدد خطاك امشي في طريقك ربنا دايما يعينك طول ما مصر اتنين عينك شعب مصر اكيد اتحد وتحيا مصر بقت شعار كل البلد وحياة كريمة لكل ناسنا واهلنا ومشاريع كتيرة حيما جدا وهجد عائل وراسي والنجاح ده ما كانش صدفة حاسم امورك عد تقول ومصر خايفة ما يلقش بينا الخوف في مصر اطمنوا جيشنا اخر حل اخذ الحق حرفه كمل عمرك هو ده وقتك ودورك ربنا هيكون في عونك ربنا يسدد خطاك امشي في طريقك ربنا دايما يعينك طول ما مصر اتنين عينك شعب مصر اكيد لقينا روحنا طموحنا بيزيد يوم بعد يوم واخدين فرصنا حماسنا طبعا ليه لزوم مصر بولادها كلهم من غير ما ينقص منهم حد واكيد